انتي ايه انتي واش عندك شي عقل؟ شاده كرسي من البارح وفيقه مع الصباح ومشيتي تزاحمتي مع الدراري في القهوه باش تفرجي في كره من فوقها بالبرد، واش ما فراسكش؟ قال لك سيدي ربي سمعي سمعي، يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. وانتي ما درتي حتى شي حاجه من هذه الايه هذه، ما جلستي في داركم وخرجتي ومشيتي تفرجي كاسيه عاريه. ودابا غادي نطرح لك غير واحد السؤال، جاوبيني غير بالعقل، هذيك 90 دقيقه اللي تفرجتي تما اش استفدتي؟ شميتي فيها الريحه ديال القارو؟ عمرتي وجيناتك بقوت السبان؟ فتنتي هذوك الدراري اللي مشاو يتفرجوا تما؟ غوتي ورفعتي الصوت ديالك ويه حيت ربح المنتخب؟ واش هذا الشيء اللي قال لك سيدي ربي ديري؟ فينا هي الحشمه؟ فينا هي؟ فينا هو الحياء؟ فينا هي؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، على استحياء يا إن قالت وبحال فتاة مديان بغيناك تكوني، حنا ما بغيناكش تمشي للقهوة، ما بغيناكش تخرجي متبرجة، ما بغيناكش تشجعي منتخب. نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولكن. وكآخر حاجة رسالة للآباء، خالتي عمي الحاج، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. بنتك اللي خليتيها تخرج من الدار وتمشي للقهوة وتخلط مع الدراري ولابسه توني ديال المنتخب مزير عليها وكيبين المفاتن ديولها وتبقى تنفعل مع المحاولات وتغوت، هاد الشي كاملو وجد ليه شي جواب غدا قدام سيدي ربي والله يصلح الحال. والسلام عليكم ورحمة الله.